ودلوقتي هناخد حضراتكم لتقرير آخر عن ندوة بعنوان دور الشباب في الجمهورية الجديدة بجامعة عين شمس. تحت إشراف رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني، استضاف طلاب الأسرة المركزية بالجامعة المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي لمناقشة دور الشباب في الجمهورية الجديدة، بما إنهم حجر الأساس لبناء وعي فكري وسياسي يتناسب مع جهود الدولة في التطوير الحالي بشتى المجالات الحياتية. ما تبقاش حبيس ما تسمعه، ناقش كل رأي حتى لو كان مسلما به. البشرية لم تجمع على شيء، ده لم تجمع على الله سبحانه وتعالى. هناك الملاحدة في كل الديانات وفي كل الشعوب. إذن علينا أن نؤمن بأن هناك شيء اسمه العقل، هو الذي يعلو وهو الذي يرتب وهو الذي ينظم، وفيه الخيال. الخيال هو الذي يسمح لك بأن ترى المستقبل وأن تستشرفه وأن تسعى نحوه. كل الأمم العظيمة كان عندها هدف سعت إليه وفكرة كبيرة اتجهت نحوها، ولا داعي للإحباط ولا للشعور بخيبة الأمل ولا الإحساس بضياع الفرص. كل ما هو قادم سوف يأتي في وقته، بس عليك أن تعمل وأن تعمل وأن تعمل. دكتور مصطفى الفقي طبعا أستاذ ومثقف وعالم جليل في مجال، هو أحد رواد الفكر السياسي في مصر عبر العصور. وبصراحة احنا تواصلنا مع الدكتور مصطفى وحاولنا ان يكون معنا النهاردة، ورغم انه كان بيمر بوعكة صحية انه اصر ان يكون موجود معنا النهاردة. وكان الندوة تحمل عنوان دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، وده كان من ايمان الجامعة بالتعاون والتواصل ما بين الخبرات المتواصلة وتبادل الرؤى وتبادل الاهتمامات. ايضا كان من انطلاقا من ايمان الجامعة بالدور الرائد او الدور المحوري للشباب في جامعة عين شمس. الدكتور مصطفى الفقي خبير في السياسة وخبير في دعم الشباب خارطة الطريق لنجاحهم، يعني بنستقي منه المعرفة، نستقي منه الثقافة، فعنده مدخل رائع انه هو يؤثر في فكر الشباب. احنا بندعم كل حاجة تقوي من الشباب وتعلم منهم، واحنا عايزين دايما الشباب يكونوا احسن واحسن، ونوعي ونزود ثقافة الشباب اللي عندنا ونخليهم فعلا عارفين دور البلد وعارفين ان هم لازم يبنوا بلدهم ويكونوا مجتمع متماسك. انا استفدت النهاردة من وجود الدكتور مصطفى الفقي ان هو يعني زرع فينا افكار تخلينا ان احنا يعني ننظر للمجتمع بشكل افضل، وحسسنا ان احنا مش لوحدنا، حسسنا ان الحكومة معانا ومساندانا، وهو معانا في الجامعة وفي كل حاجة، واكيد الدكاترة برضو بيساعدونا على تنمية مواهبنا. اخترناه علشان خاطر اولا هو حد كبير جدا، واحنا طبعا بنتشرف من هو يكون موجود معانا، واستفدت قوي من انا زي اتعلم اقرا واني اعمل انشطة جنب دراستي، وانا بجد فخورة جدا ان انا حضرت النهاردة. وذلك وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب، والذي اصبح صوتهم مسموع وافكارهم مرئيه من خلال مشاركاتهم في مؤتمر الشباب السنوي، وتقديم العديد من التسهيلات لهم لتنفيذ المشاريع الصغيره، مما ساعد على تزايد روح الابداع الشبابيه. رضوى نبيل، صباح البلد.